مساء الخير، اهلا بكم. النهارده ان شاء الله هنعمل كريم جبان الذكر. الكريم ده يا جماعه حلو جدا جدا وتحفه، مش عايزه اقول لكم حلو لابعد الحدود. جميل جدا جدا، اولا بيشد البشره جدا، وكمان لو في خطوط بيضه كده حوالين الفم او حول العين بتروح تماما، بتختفي تماما، وكمان بيفتح البشره جدا وبيضيع لك اثار حب الشباب والبقع الداكنه وكل الكلام ده بيختفي بفضل الله وبفضل الوصفه بتاعتنا دي. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونبدا الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبدا يا ريت تعملوا لايك للفيديو ده وكمان شيروه لحبايبكم واصحابكم عشان كله يستفاد معانا، ويلا بينا نبدا. ده طبعا لبان الذكر انا نقعاه من بالليل، تمام. هقول لكم هحط قد ايه دلوقتي. هنجيب كده كاسه فاضيه كده وهحط فيها معلقه من لبان الذكر، تمام. طبعا لبان الذكر ده بيجي من جذور الاشجار، بيبقى بالشكل ده، ينباع فين؟ بينباع عند العطار. هاخد معلقه كده، انا طبعا بعمل كميه صغيره لان هو اسبوع وبتجددي الكريم تاني، ما ينفعش نستخدمه على طول، هو اخره اسبوع 10 ايام، تمام كده. تمام، هنحط المعلقه دي كده في الكاسه بتاعتنا ونملاها ميه سخنه، تمام، دافيه مايله للسخونه شويه، وهنسيبها كده، هنقلبها تقليبه ونحطها على الرخامه عندنا ونغطيها لحد تاني يوم في نفس الميعاد، تمام كده. طبعا انا بالفعل عامله واحده تانيه اهي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا نقعها من بالليل، شايفين الميه بتاعتها عامله ازاي. طبعا في ناس بتتلخبط ما بين الصمغ العربي وما بين لبان الذكر او اللبان المر اللي معانا ده، هقول لكم ايه الفرق ما بينهم. الفرق ما بينهم الصمغ العربي اما بننقعه الميه بتاعته بتبقى شفافه زي ما هي، تمام، انما لبان الذكر اما بننقعه كده بيبقى ميته زي الحليب كده اهي، زي ما انتم شايفين لونها بيتغير على طول، خاصه لما نسيبه لتاني يوم بتبقى بيضه خالص زي الحليب كده زي ما انتم شايفين، تمام. ده الفرق ما بين الصمغ العربي ولبان الذكر. طيب اللي احنا عملناه دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، نقعينه من بالليل اهو. طبعا احنا ممكن نضربه زي ما هو كده، ناخد المكونات كده نضربها في الخلاط او في الكبه او في اي حاجه عندنا نضربها كده. وناس بقى اللي مش عايزه تتعب نفسها ولا تضرب في الخلاط ولا تبهدل الدنيا، هتمسك كده الحتت دي كده اللي بتتفرك معاها، هتفركها كده في المكونات قبل ما تصفيها، تمام، بالشكل ده كده. شايفين بتتفرك ازاي؟ احنا عايزين كل ده يخش الكريم بتاعنا عشان الكريم بتاعنا يبقى فعال وجميل ويجيب لنا نتائج كده من الاخر. الكريم ده بيبقى كولاجين طبيعي، طبعا احنا عارفين الكريم اللي هو اللي فيه كولاجين بيبقى غالي جدا، بيوصل ل 500 جنيه وطبعا في ناس مش بتقدر تجيب، تمام. فاحنا هنعمله كده بالشكل ده كده اهو، اللي تتفرك معانا هنفركها كده عشان كل ده يخش الكريم معانا، تمام، ونقلب ونصفي بقى الكريم بتاع بالشكل ده كده. وهنجيب كده البولة او اي حاجة عندنا نعمل فيها نصفي فيها الكريم عشان نرفعه على النار، وهنجيب صفاية كده ونصفي الكريم بتاعنا اللبان الذكر بتاعنا بالشكل ده كده. وهحاول انزل كل حاجة كده، شايفين يا بنات انا كده نزلت كل اللي معايا كده، تنتنا التكه كده لحد ما كل المكونات بتاعتي نزلت والحاجه اللي بتتفرك نزلت معايا في المكونات بتاعتي بالشكل ده كده اهو. بقى بالشكل ده معايا كده زي ما انتم شايفين اهو. هنحط ايه كمان؟ هنحط بقى معانا هنا اللهم صل على النبي، هنحط معلقه نشا، تمام. طب انا ما عنديش نشا وعندي دقيق رز، دقيق رز ممتاز جدا برضو، تقدر تحط منه ما فيش اي مشكله، تمام. هنحط معلقه كده صغيره من النشا، تمام، ممكن نزود حبه كمان عشان يبقى كريمي كده وجميل. وهنبدا نقلب المكونات بتاعتنا قبل ما نرفعه على النار، ونار طبعا تكون هاديه جدا، مش هياخد في ايدينا دقيقتين، هيكون معمول وكريم معانا زي الفل. كمان هنضيف الاضافات التانيه بعد ما ننزله من على النار. بقى
بالشكل ده، شايفين عامل ازاي؟ هنرفعه على النار بقى دقيقتين اتنين بالظبط وهرجع لكم مره تانيه. شايفين كده؟ انا بصوا عملته على النار، ما خدش معايا دقيقتين اتنين بالظبط، اقل كمان من دقيقتين، تمام. وبقى معايا كريم تحفه كده زي ما انتوا شايفين. شايفين بقى الكريم جميل ازاي؟ هو الكمون ده اللي احنا عايزينه، ولسه هنحط اضافات تانية. بجد الكريم ده تحفه جدا، هيغير حياتك وهيخليكي وشك ده زي القمر. كمان بيشد البشره وبيديكي سن اصغر من سنك على الاقل في 10 سنين. طبعا انا بجيب كل حاجه موجوده هنا، لان بصوا يعني حاجه بسيطه كده، انا بصوا ما بحبش اسيب منه حاجه، لان بجد حلو جدا كده اهو. ده عامل ازاي؟ تحفه جدا. هنحط ايه كمان دلوقتي؟ هنحط عفوا، هنحط كده معلقه من عسل النحل. عسل النحل هنا ليه يا بنات؟ عسل النحل بيقتل لك اي مكروب ضار في البشره، تمام، حلو جدا. كمان بينعم البشره ويرطبها جدا بالشكل ده كده. عسل النحل ده من الحاجات الروعه للبشره. طب انا ما عنديش عسل نحل، مفيش اي مشكله خالص، ممكن تحطي معلقه جل الصبار، تمام، برده حلو جدا جدا، وكمان بيمنع اكسده البشره، تمام. طيب هحط ايه كمان دلوقتي؟ هحط يعني عصير خيار حتى صغيرين خالص. ليه بقى؟ لان الكريم لبان الذكر بينشف البشره شويه، فالخيار هنا عشان يديني ترطيب للبشره، فيعمل هنا معادله فالبشره تبقى طريه وجميله كده، تمام. تمام، نجيب بس كده نبشر الخياره اللي معانا، نبشر منها حته كده. احنا عايزين بس معلقتين عصير خيار. بالشكل ده كده. بس احنا مش عايزين اكتر من كده. بالشكل ده كده. بصوا انا خدتهم في ايدي كده واحصرهم بالشكل ده كده. وده طبعا مش هنرميه، طبعا زي ما احنا متعودين بنعمله على شكل هلال ونحطه تحت العين، بيضيع لنا كل السواد اللي تحت العين، كمان بيطر لنا تحت العين جدا وبيخليه كده مشرق ومنور وزي القمر. وهبدا الف كل المكونات دي مع بعضها عشان نقلب كده لحد ما يبقى كانه حاجه واحده مفيهوش اي مكونات تانيه، تمام. جميل جميل جدا جدا. طبعا انا عاملاه كده تقيل عشان وانا بحطه على بشرتي ما يبهدليش الدنيا ويبهدل لي هدومي، فيبقى الموضوع مش ظريف. تمام كده، تمام كده. تعالوا بقى نحطه في العلبه بتاعتنا الجميله دي. اي علبه عندي كده هغسلها وانضفها كده زي ما انتم شايفين، واعقمها كده على بخار مائي، بتبقى معايا زي الفل. وهبدا احط فيها المكونات بتاعتي او الكريم ده كده. لو ما عنديش جل صبار يا بنات ممكن تحطوا صبار بلدي، تمام. صبار البلدي هنفتحها وناخد منها كده معلقه ونضربها جامد كده بالمعلقه لما تنعم معانا، ونبدا نضيفها
يبقى جميل جدا مع الكريم ده. الشكل اللي انتوا شايفينه ده تحفه جدا. كمان لو عاملين كمية كبيرة ممكن تدي علبة لأختك، لمامتك، لأي حد، صاحبتك، بجد حلو جدا، أحسن من أحلى كريم بتشتريه غالي جدا، ده تحفة جدا. نبدأ نستخدمه بقى على البشرة كده بالشكل ده كده، شايفين يا بنات تحفة جدا جدا، بيطر المكان بطريقة غير طبيعية، كمان بيدي نضارة وتفتيح هايل بالشكل ده كده، شايفين؟ شايفين اللمعة الجميلة التحفة دي؟ حاجة تحفة بجد. هنستخدمه كده يعني، حضر ده كريم ليلي كل يوم بالليل هبدأ استخدمه، هتصحى الصبح هتلاقي وشك منور زي القمر، بجد تحفة جدا جدا، جربوه مش هتندموا، حلو جدا جدا، يعني من احلى الكريمات اللي انا جربتها بجد، وجابت معايا نتيجة حلوة جدا، كمان بتفتح البشرة وبيخلي البشرة نضرة في منتهى الجمال، حاجة تحفة بجد. وكده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تنزلوا تحت وتعملوا لايك، وكمان تشيروه لكل حبايبكم عشان كله يستفاد معانا، وفي السلام دايما ختام، باي باي.